انا اسفه ان انا جيت في وقت زي ده، بس انا فعلا ما عرفتش غير متاخر، وخفت استنى لبكره تبقى الموضوع قدم ويبقى دمه تقيل. ميرسي على ذوقك. بعدين يعني البيت بيتك، يعني ما فيش حاجه. امال حضرتك متوتر ليه؟ انا لا لا ابدا، انا بس قلقان على هبل لانها ما رجعتش لغايه دلوقتي من الشغل، وعمال اطلبها في الشركه ما حدش بيرد. لا ان شاء الله تطمن عليها. طيب هستأذن انا بقى. في امان الله. طيب مش هسلم على مدام ألفت، كنت عاوزه ابارك لها قبل ما امشي. هو بس يا رب تكون فاضيه، انت عارفه الولاد كلهم هنا بيحتفلوا بيها. اتفضلي اتفضلي. حظك كويس طلعت فاضيه. ممكن اعرف الشراكه اللي بينك وبين داليا مدكور دي من امتى؟ يا رايا ألفت، من امتى بتتدخلي في شغلي؟ ده مش شغل، دي مسائل عائليه يا سعد. ولا نسيت اللي عملوا فينا ابوها وجوازها من جوز بنتك؟ الله يرحمه، دي مواويل قديمه. احنا اللي بيربط بيننا وبينها دلوقتي هو الشغل والمصلحه بس. وما فكرتش في بنتك لو كانت موجوده وشافتك وانت ساحب داليا من ايدها وداخلين على المكتب؟ ليه داخلين على المكتب دي؟ خلي بالك من كلامك يا ألفت، وما تسمحيش لغضبك يخليك تتجاوزي حدودك معايا. الشراكه دي لازم تنتهي. لازم؟ ايوه يا سعد لازم. والا؟ ولا هعتبرها عدم احترام لمشاعري ومشاعر بنتي، وفي الحاله دي ما فيش داعي ان احنا نستمر مع بعض. انت قلت ايه دلوقتي؟ قلت اللي انت سمعته. انا سمعته بس مش قادر اصدق انك قدرت تقوليها بعد العمر الطويل اللي بينا. مش معنى انت بعد العمر الطويل اللي بينا بتقصر بنت ناصف مذكور عليا وعلى بنتي. انا مقدر الحاله اللي انت فيها وهعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. انا مش مجنونه يا سعد. وبعدين بقى رد عليا يا سعد. ألفت يا سر الشر، ما تخليش الشيطان يضحك عليكي وتهدي البيت على كلام فارغ. كلام فارغ؟ مشاعري ومشاعر بنتي بقت كلام فارغ؟ دي مش طريقه. بص لي يا سعد، انت ليه مش عايز تعدي الليالي على خير؟ طب انا عايز اعرف الكلام اللي انت قلته في سوال الانتخابات كان بجد من قلبك، ولا كنت بتقوله بس عشان انجح وادخل مجلس الشعب زي ما انت كنت عايز؟ يعني اسيب لك الاوضه والبيت كله عشان تستريحي؟ لو عايز نستريح حسسني ان ليا خاطر عندك، اعمل اللي انا عايزاه. مش بلاوي دراعي يا ألفت، ومش بالتهديد وكلام المراهقين اللي عماله تقوليه. احنا في ازمه، داليا مدت ايديها عشان تساعدنا. انا ما اقدرش ارجع في كلامي، ما اقدرش ارجع في امضتي اللي حطيتها على العقود. صورتي قدامها هتبقى ازاي؟ خايفه على شكلك قدامها؟ مش خايفه على شكلك قدامي؟ لا اله الا الله، هي كانت ضرتك؟ كانت مولوده فوق راسك؟ اسمعي، عشان اريحك انا هشوف اوضه تانيه انام فيها دلوقتي لحد اعصابك ما تهدى وتوزني الامور كويس. تصبحي على خير. هو ايه اللي كهرب الجو كده لما اللي اسمها داليا دي جت؟ مسائل عائليه. يا سلام، هو انا دلوقتي مش من العيله ولا ايه؟ من العيله طبعا، بس دي مسائل عائليه قديمه شويه. تصبح على خير. وانت من اهل باسم. هتقعدي ترغي وانا عندي شغل الصبح. نعم. انت هتروح تعمل التحليل امتى؟ تحاليل ايه؟ التحليل بتاعت الخلفه. خلفه مين؟ انا وانت. ولا الخلفه محتاجه تحاليل؟ المفروض، انا عملت كده. انت حره في نفسك، انا ماليش دعوه بالتحليل دي خالص، ونامي بقى. يا سلام، وانت ليه بقى ما تعملش تحاليل زي جرالك ايه يا نرمين؟ انت مالك مش طبيعيه النهارده؟ وهي مامتك لما قالت لي اروح اعمل تحاليل كانت مش طبيعيه. انت قلت ايه؟ بابا. عايز حاجه؟ كويس انك لسه صاحيه. ممكن اعرف كنت فين طول النهار لحد نص الليل؟ انا اتاخرت في الشغل شويه عشان كنت بسكن فوق الماني. والموظفين اللي عندك بيعملوا ايه عشان تعملي انت الشغل بنفسك؟ ما انت عارف حضرتك انا بقالي فتره بمشي شغل الشركه كله لوحدي. طب ليه ما بلغتنيش او بلغت المستشار محمد سلامه؟ كنا شفنا لك حد بدل البهدله دي. ما تنسيش انك ام وعندك ابن محتاج رعايتك. اسفه، هحاول ما اتاخرش تاني. لو اتكرر التاخير تاني هحبسك هنا في البيت وهقفل لك الشركه. تصبح على خير. Thank you.
اخر مره تسمحي لنفسك فيها تتكلمي عن امي بالشكل ده؟ انت سامعه كل ده عشان بطلب المعامله بالمثل؟ ريحي روحك يا نرمين، انا اللي هعمل تحاليل وانا عايز خلفه من اصله. ايه في ايه يا باسم؟ صوتك جاي من اخر الدنيا. انا اسف يا بابا، مفيش حاجه. في ايه يا نرمين؟ من فضلك يا بابا مفيش حاجه، انا بكلم مراتك. ايه الحكايه يا نرمين؟ عموما حاولوا تحلوا مشاكلكم بهدوء، وراه ان في ناس تانية في البيت محتاجه ترتاح. انا اسف يا بابا. صباح على خير. انت من اهله. مساء الخير يا فندم. وهيك منين الخير في اللي احنا فيه ده؟ وايه اللي في ايدك ده كمان؟ دي تقارير امنيه عن نشاط الجامعات الاسلاميه في الجامعات والمصانع الكبيره ساعتك. فرحني، شجيني. الحقيقه يا فندم الاخبار اللي عندي ما تفرحش خالص. الجامعات الاسلاميه بقت شبه مسيطره على اتحاد الطلاب في الجامعه والنقابات والتجمعات العماليه كمان. ايه؟ بيحضروا لثوره ولا انقلاب؟ الموضوع اخطر بكتير ساعتك. وانا بعد اذنك شايف اننا نتحرك. ونحاول نعمل حاجة. هنتحرك من نفسنا كده؟ مش في وزير لازم نرجع له الأول نحط الصورة كاملة بين إيديه؟ ولا هي الحكاية سبهللة؟ سبهللة؟ إيه؟ مش عارف يعني إيه سبهللة؟ لا عارف سعادتك، اللي تشوفه سعادتك. ممكن تسيبني بقى أدرس الملفات اللي قدامي دي، عشان عندي مشكلة عويصة، مشكلة سيكولوجية. روح أنت شوف شغلك. حاضر يا فندم، بس أنا كنت عايز. خلاص يا عاصم، قلت لك هقعد مع السيد الوزير وهشوف هنعمل إيه وهقول لك. ارتحت؟ نفسي يا فندم والله ارتاح، بس انا عارف ان الظرف سعادتك انا لازم. قلنا خلاص يا عاصم، خلاص فلقتني خلقتني. مساء الخير يا بابا. مساء النور. الحمد لله على السلامه يا مين. الله يسلمك. طب بذمتك انت بس، انا راضي ذمتك. مش لو في فراشايا في البيت دلوقتي كانت احسن من قعده حضرتك لوحدك كده. بعدين معاك بقى انت شبطت. لا مش هبطل. انت مش شايف يا بابا الحزن عمل فيك ايه؟ بصراحه بقى من ساعه موت ماما وانا حاسس انك كبرت 20 سنه وانا مش واخد على شكلك كده خالص. يا سلام، ومن امتى بقى الاهتمام ده؟ من ساعه ما حضرتك سامحتني وسمحت لي ان انا اقرب منك تاني. بطل بكش بقى، قول لي اخبار الشغل ايه؟ بصراحه مشروع شركة الشحن والتفريغ بتاع بورسعيد انضرب، مع اني عارف اكسب منها كويس قوي لو الامور اتحركت. واحدة واحدة على روحك يا مينا، محدش هيركب السوق مرة واحدة. سوقي بس اللي اركبه يا رفق بيه، اروح فين انا جنب الحيتان الكبيرة اللي في بورسعيد؟ انا مش فاهم ايه غرامك بموضوع بورسعيد ده. مدينة حرة، النشاط التجاري فيها بيزيد يوم عن يوم. قلت الحق اخد من حب نايب، اللي يخليني ازنق نفسي هنا في القاهرة وسطيكوا لحد ما اتفعص بينكوا واروح في خبر كان. هو الحقيقة تفكير كويس، بس يعني محتاج بقى يكمل بالعقل والحكمة علشان تقف على رجلك هناك وسط السوق. لا صدقني يا بابا، الموضوع لا محتاج لا عقل ولا حكمة، الحكاية كلها فلوس في فلوس. خلاص اصبر اصبر لغاية ما ادبر نفسي واقدر اساعدك. امر لله. حاضر. مش ناوي انت كمان بقى تسمع كلامي في حكاية العروسة دي عشان اطمن على حضرتك انا كمان؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا باشا. يا باشا كنت عايز ساعتك في حاجه كده. عايز ايه يا سمير؟ الحقيقه وصل كشف حساب من البنك محيرني ساعتك شويه. كشف ايه؟ كشف ب 105,371 جنيه متحولين من حساب ساعتك لحساب الوكاله هنا. طب وايه المشكله في ده؟ اصل انا شاكك ساعتك، مش برضو ده المبلغ اللي انا كسبته لساعتك في حمله الدعايه بتاعت الفه تهانم من غير ما حد يعرف؟ مظبوط.
طب ليه يا باشا؟ دي حسنة مخفية محدش واخد باله منها. ما عشان تبقى حسنة لازم تبقى حلال. وبعدين أنا شغل الوكالة مكفيني ومالي عيني. طب يا باشا بالإذن. اتفضل. إيه ده؟ هو حضرتك كملت شغل لحد الصبح ولا إيه؟ آه تقريباً. وأنت على فين بدري كده؟ رايحة الجامعة قابل الدكتور مشرف على الرسالة، أراجع معاه اللي وصلت له وآخد منه أسامي مراجع جديدة. لا خلي بالك من نفسك. الدالي صاحي ولا نايم؟ صاحي، خد رضعته وغيرت له ونام تاني ودلوقتي مع صباح. يلا ربنا يوفقك. يا رب. سلام. مع السلامة يا حبيبتي. سعد. لو عاوزة تكملي اللي بدأتيه امبارح وفري كلامك. يعني واخد قرارك ومش مهم رد فعلي؟ أنا بدور على مصالح العيلة. مش معقول عشان شوية أوهام أهد اللي أنا بخطط له. وكمان ما عنديش استعداد أتناقش في الموضوع ده تاني. طيب. على كل حال أنا فكرت في اللي أنت قلته. ومتهيألي إن أنا وصلت الحل. لو في حاجة جديدة تحت أمرك أسمع. تدور على بديل لداليا. ولغاية ما تلاقي البديل ده ممكن تكمل اتفاقك معاه. ولو ما لقيتش بديل؟ خلاص يبقى أمر واقع يا سعد. بس متهيألي إن البيت ده والعيلة اللي أنت بتدور على مصلحتها يستحقوا منك إنك تحاول تلاقي بديل، على الأقل عشان تثبت لي إني لسه غالية عندك. طب وأنت الفكرة دي جات لك منين يا أستاذ عز؟ دلوقتي يا أستاذ أدهم في صحافة مستقلة، يعني مش شرط تبقى تابعة لأي حزب، وبالشكل ده نقدر نجيب ترخيص مثلا من قبرص نطلع بيه مشروع جورنال. ايوه بس الموضوع ده عايز دراسه وعايز كمان راس مال. الاثنين موجودين. الدوسيه ده فيه دراسه كامله عن مشروع الجورنال ودراسه اقتصاديه بتقول التكاليف ايه والارباح المتوقعه كمان. يفضل راس المال. وده كمان موجود، مستني منك اشاره واحده بس. ممكن بالراحه علينا شويه يا استاذ عزت وتفهمنا يعني ايه حكايه راس المال اللي مستني اشاره ده؟ يعني عشان نبقى معاك في الصوره. اتفضلي يا ستي، الفصل السادس من الرساله بتاعتك. راجعته كله وكتبت لك في الاخر اكسلنت على المجهود الرائع اللي انت بذلتيه. يعني حضرتك ما عندكش اي ملاحظات؟ اطلاقا، لو كان ليا ملاحظات كنت كتبتها، بس لو ده مزعلك ممكن اكتب لك ملاحظات. اللي حضرتك تشوفه. على فكره انا اسفه. اسفه ليه؟ بصراحه كنت متخيله ان حضرتك بعد الموضوع اللي فتحتني فيه وانا اعتذرت ان رايك هيتاثر وان انت هصعب عليا رساله. يا ساتر، للدرجه دي انت شايفاني وحش ومستغل للظروف؟ انا بعتذر مره تانية، وحضرتك انسان محترم قوي وتشرف اي عيله تناسبها. انا فعلا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. قولي لي هتخلصي الماجستير امتى علشان تبتدي في الدكتوراه؟ اللي يسمعك وانت بتتكلمي كده يفتكر ان انا بفتري عليكي او بجبرك انك تعاشريني بالعافيه. يا هبه يا حبيبتي، احنا من ساعه ما اتجوزنا بقينا حاجه واحده، وما ينفعش حاجة واحدة تقسم على اتنين. يرضي مين ان انا اتجوزك على سنة الله ورسوله وكل واحد مننا يبقى عايش في بيت بالشكل ده؟ الله يا مدحت، هو الوضع هيتغير لما مراتك ترجع تاني من اسكندرية، يبقى ايه لازمته التحكم في مسألة بياتي هنا؟ طيب واذا كنت اضمن لك يا ستي ان الوضع هيفضل زي ما هو لما مراتي التانية ترجع من اسكندرية، يبقى ايه الحل؟ استنى استنى استنى، يعني ايه الوضع مش هيتغير لما مراتك ترجع تاني من اسكندرية؟ يا حبيبتي دي حاجة في ايدي انا مش في ايد اي حد تاني، ومش هتفرق معاها في حاجة. امال كلامك انها مش لازم تعرف، والشيك اللي كتبته لي بمليون جنيه. لا الشيك ده عشان انا ما اقولش لاهلك ان احنا متجوزين. يا نهار اسود. واسود ليه بس يا حبيبتي؟ هو انا لا سمح الله طلبتك باي حاجة؟ امال كتبته لي ليه من الاول؟ عشان أأمن نفسي. انت عيلتك عيلة كبيرة وطايلة، وانا مهما كانت علاقاتي ولا علاقات مراتي التانية مش هعرف اصد ولا ارد مع اهلك. والفلوس هي اللي هتخليك تصد وترد؟ لا بس هتخليكي تفكري ألف مرة قبل ما تعصيلي أي أمر. يا مدحت، أنا من إيدك دي لإيدك دي، بس وحياتي عشان خاطري بلاش مسألة بياتي هنا. حاضر يا هبة، هسيبك تروحي ولو إن أنت الخسرانة،
عشان تعرفي انا بحبك قد ايه ومش بتاع مشاكل. انت كنت فاكر ان انا ما اعرفش ليه الجو مكهرب بينك وبين مراتك؟ انا بس ما حبيتش اكبر الموضوع، واحترمت قوي ان سركوا يفضل بينكوا. انا مش فاهم ليه ماما مركزه في الموضوع ده. ما تشغلش بالك، اهم حاجه انك تحافظ على سعادتك انت ومراتك. باسم، الخلفه زي الرزق، ليها معاد، لا يقدم ولا ياخر. بس يطمني، يعني انت الصاغ سليم؟ ايه بابا الكلام ده؟ يا ريت صارحني، انا ستر وغطى عليك. يا بابا انا زي الفل، تحب احلف لحضرتك؟ لا من غير ما تحلف، انا عارف زرع كويس. يلا يلا روح شوف شغلك، لاني لو مشينا ورا كلام امك ومراتك يبقى هنبيع اللي قدامنا واللي ورانا. يعني حضرتك مش قلقان من موضوع خلفتي دي؟ تاني يا باسم، كل شيء باوانه يا ابني، واحنا ورانا بلاوي متلتله، لو ما كلناش الايام اللي جايه علينا هي اللي هتاكلنا. يلا يلا روح شوف شغلك.